والهيد اوف كلينيكال ريسيرش سيرفر والساينتفك كوميونتي في انصر. انا عارف الاستاتستكس يعني موضوع سخيف وممل جدا وكبير وبيزهق، بس هو مشكله الاستاتستكس ان انت مش هينفع تقرا ريسيرش او تعمل ريسيرش غير لما تكون فاهم الاستاتستكس كويس قوي. على الاقل تبقى فاهم الكونسبتس الاساسيه اللي مش مطلوب منك يعني كريسيرشر او كدكتور ان انت تعمل كل حاجه. المفروض ان في ستاتستيشن بيساعدك، بس على الاقل تبقى فاهم هو هيعمل لك ايه وانت حاطط منه ايه. فقبل ما نبتدي بس كده عايز الاول يعني نغير كده الجو. احنا هنبتدي يعني على معظم الحاجات اللي الدكتور قالها، هنبتدي كمان من قبل حاجات بيزكس قبل ما هو يعني لان هو دخل في حاجات غريب قوي. فعايزين بس نعرف كده الناس بتبص للستيشن ازاي. اول حاجه هو فاكر نفسه ايه؟ الستيشن فاكر نفسه ان هو يعني هو اي حاجه هو بيعملها بيقدر يحلها، بيقدر فاكر نفسه ان هو اذكى واحد. طيب صحابي شايفين صحابي شايفين ان هو واحد عبقري طول النهار عمال يحل مثال. الريسيرش بقى اللي معاه المعالج يديله الاستاذي عشان يعمل له الستاتستكس بتاعته هيبقى عامل ازاي. هي ساحر يقدر يعمل له اي حاجه في اي وقت. بقى لك يومين ما خلصتش الشغل ليه؟ الرئيس بتاعه في الشغل شايفه ان هو سوبرمان برضه ممكن يخلص اي شغل في اي وقت. مراته شايفاه عامل ازاي؟ مراته شايفاه ان هو على طول قاعد قدام الكمبيوتر قدام الـ SPSS عمال يشتغل خالص، ان طبعا بتعمل مشاكل كتير دي. لكن هو في الحقيقه بقى فعلا سمر عاش. ليه سمر عاش؟ دايما يقول الستاتستكس يعني هو الفيلينج اوف ذات. لازم الواحد يحس مش يحس طبعا بمعنى السمر عاش يعني، بس يبقى عنده سنس ان هو يقدر يطلع معلومات من الداتا دي. يقدر ينتربريت الارقام اللي قدامه، يقدر يربط النقط مع بعض عشان يقدر يطلع في الاخر ريزلت او كونكلوجن من الستادي اللي هو عمله. ف لازم يبقى كلنا عندنا الحس ده عشان نقدر نعمل خلاص. طيب انت عندك داتا كتير، ارقام كتير 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 طبعا مش تقدر تطلع منها اي نتائج. احنا عايزين نعرف الارقام دي طويله قصيره قيمه رفيعه وحشه ولا حلوه حقيقيه ولا فيك. كل ده لازم نعرفه لما يبقى فينا شخصيه اللي هو الانسان. احنا بنعمل ريسيرش ليه؟ احنا بنعمل ريسيرش عشان في عندنا بروبلم عايزين نطلع منها، عايزين نحلها. قبل ما نبتدي نحلها طبعا او قبل ما نجيب لها طريقه الحل دي، لازم الاول نجمع عندنا داتا. الداتا دي بقى نجمعها بالاساليب اللي اتعلمناها في كل المحاضرات اللي فاتت. ازاي نعمل كويشنز، ازاي نعمل اوبجيكتيفز، ازاي هايبوثيسز، سامبلينج، داتا كولكشن لغايه داتا انجن. وصلت انت دخلت الداتا اللي انت جمعتها على الكمبيوتر اكسل او اس بي اس اس، يجي هنا بقى دور الاستاتستكس عشان تطلع الكونكلوجن اللي انت عايزها من الداتا دي. فانت لو عندك داتا كتير مش عارف تعمل فيها ايه، الحل الوحيد بتاعك ان انت تعمل ستاتستكس. طيب عايزين نخش في الموضوع بقى. احنا هناخد ايه في الستاتستكس على مدار يعني ثلاث محاضرات الجايين. ديسكريبتيف ستاتستكس، في حاجه اسمها ميجرز اوف ريسك اند اسوشيشن، بروبابيلتي، انفرنشال ستاتستكس، ستاتستكال تيست، واناليسيس. احنا النهارده هناخد الثلاث حاجات الاولانيه دول يعني نفضل ندردش. انا مش عايز بس الموضوع يبقى سخيف يعني، احنا عايزين نفهم مع بعض الكونتكست. انت مش مطلوب منك خالص معادلات، مش مطلوب ان انت تحسب 5 زائد 5 كام، كل الحاجات اللي بيعملها الكمبيوتر دلوقتي. انت مطلوب بس منك ان انت تبقى فاهم الفكره ازاي، الفكره دي بنعملها امتى ودي بنعملها امتى ودي هناخد منها كونكلوجن ايه. طيب نبتدي اول حاجه ستيكتيف ستاتستكس. هنقول ايه هو الفاليو، ايه تايبس داتا، ازاي نسب الداتا دي او نعملها ديسبلاي، ميجرز اوف سنتر تيندنسي، ميجرز اوف سبيرشن.
عايز حاجه تتحط من الكلام هو كله سهل. اول حاجه ايه هو الفاريبل؟ الفاريبل ده حاجه اي شيء في الوجود ممكن ياخد اكتر من اكتر. لو مثلا احنا كهنا في الاي ار سي عايزين مثلا نقيس البلاد بريشر للممبرز بتوع الاي ار سي، البلاد بريشر ده يعتبر فاريبل، كل واحد فينا هياخد فاليو معينه. في حد 1.93، في واحد 22.80، في واحد 85، في واحد 95، ايا كان وتبر النتائج، كل واحد هياخد قيمه معينه في فاليو. الحاجه اللي بطرح عليها ان هي ممكن تتغير بتغير الترايلز او بتغير الناس اللي بنعمل عليهم ريكومنديشن، الحاجه اللي بنسميها فاليو. طبعا ده كونسيبت اساسي لازم نبقى عارفينه، لان على اساسه هنعرف بقى تايبس اوف فاليو وتايبس اوف داتا اللي علشان يعني لازم نبقى عارفينها عشان نقدر نعمل عليها تستات ونوثقها بعد كده. التايبس اوف داتا ايه؟ في عندنا نوعين رئيسيين من الداتا، في كوانتيتيف وكواليتيتيف داتا. كوانتيتيف اللي هي النيوميريكال داتا، اي ارقام، اي فاليو بياخد النتائج بتاعته ارقام، ده بنعتبره نيوميريكال فاليو. في منه نوعين، كونتينيوس وديسكريت. الفاريبل كونتينيوس بيتميز ان هو ممكن ياخد اي رقم في الوجود من زيرو لانفينيتي، اي رقم باي اسم يعني اي اسم بيس، اي رقم في الوجود 10 100 من 1000 اي رقم في الوجود. الديسكريت نيوميريكال لا، هو بياخد ارقام برضه بس من وسط يعني بفاليوز معينه. مثال على كده ايه؟ كونتينيوس مثلا زي الايدج تايب، الايدج ممكن اي واحد يبقى عنده اي حاجه من اول ساعه لغايه يعني طبعا يعني مش هبقى اكتر من كده بس يعني ما بنقدرش نعبر عن الايدج حاجه غير الكونتينيوس لان هو ممكن ياخد اي فاليو. الديسكريت مثلا مثال عليها بيوضحها قوي، مثلا لو انت معاك زهره، الزهره لو جمعتها كفاليو لو رميتها في على الترابيزه هتديك فاليو من واحد لستة. لا يمكن هتاخد فاليو أكتر من كده، لا يمكن هتطلع لك نتيجة مثلا 3.5، لا يمكن هتطلع لك نتيجة 7، من واحد لستة. فاحنا بنعبر عن الفاليو ده بإن هو ديسكريت ميموري. احنا عندنا كونتينيوس عندنا صحيح. الكواليتيف داتا بقى اللي هي بيسموها كاتيجوريكال داتا، دي عبارة عن ثلاث أنواع، باينري ونومينال وأوردينري. لو كان في عندنا الفاليو بيجاوب على سؤال اجابته حاجتين بس، ده بنسميه باينري، يس نو، تريتمنت نو تريتمنت، بيشنت كنترول. اي فاليو اي فاليو بيجاوب اجابته حاجه من الاثنين، ده بياخد حاجه اسمها باينري فاليو. لو اكثر من حاجتين يا اما نومينال يا اما اوردينال، ايه الفرق ما بينهم؟ نومينال جروبس يعني بتاخد الفاليو بتاعتها متقسمه في جروبس بس ما بينهاش ما الجروبس دي ما فيهاش ما بينها رانكينج. يعني مثلا مثال على كده البلاد جروبس بتاعت الناس او اي اي بي، جروبس مختلفه لكن ما فيش ما بينها رانكينج. على عكس بقى الاوردينال، الاوردينال ده بياخد اكثر من حاجتين لكن في ما بينهم انترنسك رانكينج. زي مثلا ايه؟ لو انا بقيس مثلا ديجري اوف ساتسفاكشن مثلا في عيانين مثلا كرونيك ليفر فيلير، يبقى هو هيبقى يا انساتسفايد يا نيوترال ساتسفايد. في رانكينج ما بين الكاتيجوريز دي، لو في رانكينج واكثر من اثنين بياخد اوردينال، لو مفيش رانكينج واكثر من اثنين بياخد نومينال، لو اثنين بياخد باينري، لو ارقام كثيره في الانفينيتي كونتينيوس، لو ارقام معينه بس سبيد. طيب مش عارف انتوا شايفينها كده ولا شايفين؟ طيب عارف كده مع بعض، دي رو داتا متاخده من ريسيرش. تعالوا نشوف كده انواع الفاليو. احنا عندنا هنا الجروب ده متقسم، احنا عندنا هنا دي الفاليو بتاعتنا ودي البيشنز. كل بيشن بقى كيس، البيشن ده رقم واحد في مجموعه التريتمنت. طبعا الجروب ده ايه؟ انواع الفاليوز باينري فاليو. الايدج كونتينيوس، في عندك مثلا دايابيتس يس اور نو، ده باينري. في مثلا هو البحث ده كان بيقيس الليفل اوف ساتسفاكشن في عيانين اللي هم الاستيم هارت ديزيز، فكان من ضمن الحاجات الكواليتي اوف لايف اللي بيقيسها درجه الواحد اكتيفيتي سواء ست او راجل في البيت بعد
فالاكتيفيتي بقى هنا في الروح ان هو مش قادر يشتغل زي الاول، قادر يشتغل كويس، قادر مش قادر خالص هناك في السرير. ففي ما بينهم رانكينج، فده تعتبر ايه؟ كوردينت وهكذا. طيب ديسبلاي اوف داتا، انت عشان تشتغل على اي داتا عندك من اي بحث بتعمل عليه ثلاث حاجات، بتوصفها وبتعمل عليها تستات وبتظهر عشان الناس تشوفها. وطبعا الجداول وكده ما الواحد ما يقدرش يقرا منها او يطلع منها الداتا، فالاحسن ان احنا بقى نعمل ديسبلاي للداتا عشان نظره واحده نعرف على طول الداتا دي بتقول ايه. طيب الديسبلاي بتاع الداتا بيعتمد برضه على المحتوى، الكاتيجوري كان ليه حاجات واللي يقدر ليه حاجات. تعال ناخد بسرعه كده اشكال. اول حاجه الكاتيجوري حاجتين، بار او شارت. البار هو الحاجه دي اللي هو احنا عارفينها الكونفشن العاديه دي، كولمز هنا الكاتيجوريز تحت، وول از بريزنت على الواي اكس او الكاونت بتاع الكاتيجوري ده. ومن نظره واحده انت تقدر تعرف ان الكاتيجوري دي هي واخده اعلى حاجه، الكاتيجوري دي واخده اقل حاجه. مشكله البار شارت لما تيجي ان نعمل بيه ديسبلاي كاتيجوري في الداتا ما بنقدرش نعمل بيه الا ديسبلاي لفاريبل واحد. حلوا الموضوع ده كده في حلو على الموضوع ان هم عملوا نوع تاني برضه بار شارت، بس هنا في هيل يمين لها تباين يمين لكمين، وهنا في ايج، في كاتيجوري مصر الايج هنا ممكن يمثل ايج كاتيجوري كاتيجوري عمرين. احنا مثلا نقسمهم لايج جروبس كده، احنا عملنا الايج حولناه لكونتينيوس خليناه ايه؟ خليناها اوردر. فهنا بقى في عندنا تو فاريبلز في جوي، الايج كاتيجوري والجندر. عملنا برزنتيشن بقى للايج باللي هي الالوان دي والجندر بالكولرز. فانت من البار شارت ده تقدر تقرا معين من الكاتيجوري. برضه نفس الحكايه بار شارت، بس بدل ما يقسم الكولم عمل لكل كاتيجوري كولم. هنا الميل واحد وهنا الفيميل كود نفس الحكايه. ده البار شارت لما نحب نشوف حاجه كاتيجوريكال بنعمله، او بنعمل بقى في شارت اللي هي العاديه خالص اللي هي الدايره اللي متقسمه انجلز على حسب الكاتيجوريز، كل كاتيجوري على حسب حجمه او البرسنت بتاعه بياخد. طيب دي الحاجات الكاتيجوري. لما نيجي بقى نعمل برزنتيشن للنيوميريك داتا بنعملها يا هيستوجرام يا فوكس ويسكر يا سكاتر يا بلايند داتا، واحدة واحدة كده. ده أول نظرة كده يتهيأ لك إن ده شبه البار شارت، لكن هو في الحقيقة مختلف منه. أول حاجة هنا الإيج ده كونتينيوس. تاني حاجة مفيش فراغات ما بين الكولومز عشان هي كونتينيوس داتا، فعلى طول بعد الفاليو تاخدها وبعدين فاليو بعديها وبعدين فاليو وبعدين فاليو، مفيش اي انتراكشن هي مش كاتيجوري فاليو على طول. عاده كل البرامج يعني زي الاس بي اس اس مثلا او حاجه زي كده، الاس بي اس اس بيطلعها لك دي والستاندرد ديفيشن والنمره. طبعا احنا هنقول ايه مين بالظبط بقى والستاندرد ديفيشن كل حاجه. ده هيستوجرام. طبعا ده بقى بياخد اشكال كتيره جدا، وكل ما عدد الترايل زاد او عدد الناس اللي موجودين جوه الستادي زاد، كل ما بياخد بقى ايه اشكال كيرفات، ما بيبقاش في شرط مارتيشن كده ما بين الكود. يعني لو انت احنا مثلا هنا عندنا مثلا من 65 ل 95، لو اعداد الناس دي
المالي المبالغ. ميزه كمان الويسكر بلوت ان هو بيطلع لك حاجه اسمها اوتلايرز. لو اوتلايرز دي عباره عن اخطاء في الفاليو بتاعتك اللي انت مدخلها في داتا انتري، سواء انت غلط وانت بتدخلها، دخلت مثلا بدل ما دخلت 19 دخلت 190، فهيطلعها لك ان هي حاجه بره الهوموجينيس بتاعت الداتا بتاعتك. او بقى حاجه بالصدفه، مثلا احنا بناخد مثلا الايكس بتاعت الاي ار سي ميمبر وبالصدفه بعتها في واحد منهم مثلا هيطلعه لك برضه كاوتلاير. مش شرط الاوتلاير ده تبقى حاجه داتا انتري يعني كود، ممكن يبقى قيمه بعيد قوي عن المين بتاعك بتاع الاستوديو. ده برضه عباره عن حاجه اسمها ستاتيك بلوك بيمثل لك الايج، كل حاله بنقطه. كل حاله يعني مثلا هنا في مثلا حوالي 500 واحد او اكثر من 500 شويه، كان سنهم ما بين مثلا 10، في مثلا 80 كتير ازاي؟ يعني كل نقطة بتمثل عدد معين على الاكس على الواي اكسس مع الاكس اكسس. في آخر حاجة بقى لاين شارت، لو احنا عايزين نبريزنت فاليو بيتغير مع تغير الوقت، أحسن واحد اللي هو اللاين شارت. زي مثلا ايج، في عملوا ستادي علاقة الايج مثلا بديستنس معينة موجودة في السنان. لو الديستنس دي بتزيد كل ما الانسان بيتقدم في الايد. فدي احسن حاجه بس دي حاجات بتتغير مع بعض. طيب كده احنا خلصنا دي الفاريبل ازاي؟ حاجه من الحاجات الديسكربتيف اللي احنا بنعملها او بنطلعها من الداتا بتاعتنا، هي تجاوب على سؤال واحد وحيد. ويز ذا ميدل اوف ماي داتا؟ فين الوسط بتاع الداتا بتاعتي؟ الوسط ده مش لازم يبقى يعني ليه كذا شكل، مش هو حاجه واحده بس، انا اربع اشكال، هو ميديان مين والميديان والمود. لو تخيلنا ان ده الكود بتاع الداتا بتاعتك بتاع الستادي، وده المين بتاعي النص، يبقى الحاله اللي هتقسم لي 50% فوق و 50% تحت ده الميديان. ده الميديان. تعال نخش على طول في الداتا كده. لو انا عندي مثلا داتا 2 3 3 3 4 وانا عايز دلوقتي اطلع منها السمبل دنسيتي، المين طبعا معروف يعني ان انت بتجمع كل الفاليوز ونقسمها على عدد الفاليوز، طلع 3. طب لو عملنا الميديان هنرتبها نرتب الفاليوز وناخد الفاليو اللي في النص، ده كده ميديان 3 برضه. المود هو الكومز اكتر فاليو اتكررت عندي في الستادي، طلع برضه 3. مش دايما بتطلع كده، كون ان الميديان والمود والمين يطلعوا نفس الفاليو ده دليل على ان الداتا بتاعتي هوموجينس. حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن كده، هنجي له كمان شويه هنعرف ايه الديستريبيوشن كده. هنا طلع 3 3 3. طب تعالوا بقى عشان نشوف الفرق ما بين المين والميديان، ناخد داتا سيت ثانيه 1 2 2 2 180. لو تلاحظوا هنا في 1 2 2 2 و180 بعيد عن الفرق. تعالوا نشوف ده هيأثر ازاي بقى على المين. جمعناهم وقسمناهم على 5 طلع 37 و4. لو انت اخدت المين ده 37 و4 وتشوف هل هو بيمثل النص بتاع الداتا بتاعتي، مش هتلاقيه خالص، هتلاقيه بعيد جدا. هو يمكن يكون اصدر من اخر فاليو، لكن المعظم بتاع الداتا بتاعي لا مش بيبريزنت. هنا الميديان هيبقى هيعمل برزنتيشن كويس للسنترال تندنسي، عشان احنا رتبنا الارقام واخدنا الرقم اللي في النص، فيمكن الميديان هنا بيعبر شويه عن السنترال تندنسي. المود برضه كويس، يعني معنى كده ان المين بيتاثر بالاوتلايرز. الميديان ما بيتاثرش بالاوتلايرز، لكن الميديان برضه فيه عيب رهيب ان هو بيجنور بنص وبتات. بيستخدم بس الرقم اللي في النص وملوش اي دعوه بالداتا فين كبير فين صغير. ده مين والمين؟ هل المود بقى ملوش لازمه؟ لا، المود له لازمه لو انت عندك داتا من نوع كاتيجوريكال او باينري وانت عايز تطلع لها سنتر تنس. ممكن تطلع لها حاجتين، المود تشوف
للكونتينوس. كل حاجه فيها تاخد فاليو معين، يعني مثلا الياس هياخد واحد والنون هياخد زيرو. ونعمل اليمين برضو على هذا الاساس. هنا في عندنا اربعه ياس ضربناهم في واحد واثنين نون ضربناهم في زيرو. هنجمع الفاليو دي ونقسمها على عدد اللي هم 6 حاجات او 50. الميديم برضه نفس الحكايه، كتبناهم واخدنا الفاليو اللي في النص. هنا بقى البيست برزنتيشن للسامبل ريبندنسي الممكن. اذا كل واحد استخدامه والانتربريتيشن بتاع الثلاثه بيختلف من ستادي لستادي. ده برضه نفس الحكايه. نفس طريقه الباينت ويسكن. طيب تعالوا هنا، دي ستادي عملوها على تو تايبس اوف دايت. الناس عايزه تخس، في دكتور قال ان الدايت بتاعي احسن من الدايت الثاني بيخسس اكتر، الدكتور الثاني قال ان الدايت بتاعي لا احسن من بتاعي. وعملوا تو ستادي وجابوا عيانين. طلع هنا الميديان بتاع الويت ريدكشن 18.5، سوري المين 18.5، الميديان ماينس 19. هنا المين 34.5 والميديان 4.5. مع ان الناس هنا خست يمكن اكتر حوالي من 10 لاكتر من 30، وهنا الناس خست من يمكن في ناس كمان زادت في الوزن وفي ناس خست بس مش عددهم زي مش عددهم كتيره زي هنا او مش بكميه واضحه زي هنا، بس المين هنا اكتر. يعني احنا لو بصينا للمين لوحده من غير الانتربريتيشن بتاعه مع الميديان مش هيبقى جود برزنتيشن للسنتر برنسبل. انت فاهمين انا عايز اقول ايه ولا واضح كلامي؟ فلازم نعمل لهم انتربريتيشن مع بعض. هنا عشان في واحد خس بالدايت ده اكتر من 300 باوند فعمل ديفيشن جامد قوي للميت، لكن الميت قدر يحافظ على المستوى ان هو في السنتر بتاع الداتا دي. طيب المين هو الافرج، الميديان هو الميدل فاليو، المود هو الكومنس. قلنا المين بيتاثر جدا بالاوتلايرز، الميديان بيجنور مفرد داتا، المود احسن واحد بيمثل لي الحاجات الكاتيجوريكال والبايلوت. طيب هو ده النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي هو يعني معظم التريتس اللي في البشر لما احنا نعمل لها برزنتيشن على كيرف هتاخد البيت شيك كيرف. هنا الميديان والمود بيبقى قد بعض مساوي بعض. لما يحصل سكيونس للرايت يعني في كيرف للرايت دايما هتلاقي البيت اكتر من الميديان. لما يحصل سكيونس للليفت دايما هتلاقي الميديان هو الاكتر من الميديان. يعني بمقارنة الرقمين مع بعض نقدر نعرف حتى من غير ما نبص على الكيرف في سكيونس ولا هي ضمن ده كده السنتر تنس. في حاجه بقى كمان اسمها ميجرز اوف سبيرشن رين وفايرنس اندر ديفيجن. ففاكرين البيت ده؟ اللايف يخش من هنا بيطلع من هنا برضه بيطلع بس في فرق. هنا اللايف كوندنس حوالين المين زي كده. هنا اللايف لا بيتوزع. احنا عايزين بقى ميجر باسمي، هل الداتا بتاعتي دي متجمعه جنب المين جدا ولا بعيده عني؟ دي ميجرز اوف اكسبيرشن بتقول لي ايه هي الفاريبيلتي؟ الاكستنت اوف فاريبيلتي اوف ماي داتا. لو اعتبرنا ان دي الداتا بتاعتي برضه كلها وده المين وده الميديان ودي بقيه الداتا بتاعتي، كل تاني بعيدة بعد معين عن المين والميديان. لو قدرت انا اخد الفاليوز دي اللي هي ابعاد كل فاليو من المين والميديان واطرحها من المين واقسمهم على عددهم هيجيب لي الافريج ديستنس اوف ايتش فاليو فروم ذا مين. هم ولا لا؟ اوكي تاني. يعني انا دلوقتي عايز اشوف
السبسكريبشن عندي في الستات بتاعتي. اشوف ازاي؟ اشوف اللي عايز اشوف الفاليو دي بعيده ولا قريبه من مين؟ هشوف كل سنجل فاليو بعده قد ايه من مين؟ واطلع الفرق ما بينهم بان انا اقطعهم من بعض. دي الاكس اللي هي الفاليو بتاعتي وده مين؟ اكس داش ده اللي هو المين. اقطع الاكس داش اللي هو المين من الفاليو بتاعتي. هيطلع لي بعضهم عن بعض. كل واحد كده. اخد بقى النتائج دي كلها واجمعهم على بعض وبعدين اقوم اقسمهم على كام؟ على سته. هيطلع لي الافريج ديستنس فروم يعني من كل الباقي من كل الباقي بتاع الستادي فروم ذا مين. علامه السيجما دي هي علامه الجمع. يعني سيجما الميديان سوري المين من من كل فاليو اجمع النتيجه دي بتاعت كل الفاليوز مع بعض وبعدين اقسمهم على ده. انا طبعا مش مطلوب مننا ان احنا نحفظ حاجه خالص ولا ان احنا حتى نحاول نحل الكلام ده، لا بس نعرف مع بعض ازاي كنت ده الفاليوز ده الستاندرد ديفيشن. دول المين الحاجتين المين اللي بنقيس بيهم الفاليو. اهو احنا السيجما بعد ما جمعناهم حطناها هنا وحطيناها للباور 2. كل فاليو كل ديستنس عملناها للباور 2. فاكرين لما الدكتور قال من شويه بنعملها للباور 2 عشان نلغي النيجاتيف؟ لان احنا لو احنا هنا عندنا ثلاثه مثلا نقول مثلا الديستنس بتاعتهم بلس 3 وهنا ماينس 3 الثلاثه دول لو جمعناهم مع بعض هيطلع زيرو. مش هنقدر نقسمها على النمبر، هيطلع عندنا الفاليوز في الاخر زيرو. فاحنا عايزين نلغي النيجاتيف دي فنقوم مربعين القيمه دي عاملينهم باور 2. باور 2 باور 2 باور 2 هيلغي النيجاتيف هنا دول بوزيتيف اساسا نجمعهم مع بعض ونقسمهم على عدد. نفس فكره المين بس هنا الفرق الوحيد الباور 2 وماينس 1 اللي هو حاجه اسمها دي ما بنطلعها. طلعنا احنا الفاليوز عايزين نعمل ستاندرد ديفيشن ده بناخد السكوير روت بتاع الفاليوز. طبعا نيس الستاندرد ديفيشن على الفاليوز ان هو بنفس اليونت بتاعت الاوريجنال فاليوز. الفاليوز بيديني مثلا لو انا اخدت الفاليوز بتاع الاتش هيديني النتيجه في الاخر بسكوير بباور 2. الستاندرد ديفيشن يقدر يتعامل فيه مع بعض. طيب لو انا عندي داتا 2 3 3 4 الرينج بقى بنقدر نحسبه ان احنا بنطلع بنطرح الماكسيموم من المينيموم 4 ناقص 60. الفاريانس هو زي ما قلنا بناخد كل فاليو ونطرحها من المين بتاعها. بتقول المين بتاعها 3 بناخد 2 ناقص 3 3 ناقص 3 3 هنا ناقص 3 المين بتاعها 3 اللي بعديها 3 اللي بعديها 4. بنعمل باور 2 كله وبعدين نقسمهم على 5 ماينس 1 اللي هي الكبير كيلو. الرقم اللي هيطلع من ده اسمها البالانس. لو اخدنا السكوير روت بتاعه هيطلع ستاندرد ديفيشن. طيب برضه الباتري فاليو نفس الطريقه نقدر نعمل لها ستاندرد ديفيشن. هنحول كل فاليو ليهم لزيرو او زيرو او واحد وبنفس الطريقه برضه هناخد منها ستاندرد ديفيشن. طيب فاكرين الكلام اللي حصل؟ احنا كنا اخدنا الاطفال برسنتايز. مثلا لو انت لحد مثلا في ولد ما عنده مثلا انتر تربيشن او مثلا جروس تربيشن لو هو كان بيقول له مثلا اقل من 10 برسنتايل ولو عيل كبير يبقى اكتر من البرسنتايل 90 او 95. ايه فكره الحاجات دي؟ فكره البرسنتايل ببساطه كده انت مثلا لما تاخد البرسنتايل بتاع مثلا رقم 10 يبقى في 10% من الاوبزرفيشن تحت البرسنتايل. لما تاخد رقم 50 يبقى في 50% من الاوبزرفيشن تحت الرقم ده، يعني 50% من البشر تحت ال البرسنتايل رقم 50. في 10% من البشر تحت البرسنتايل رقم 10. طب البرسنتايل 50 ده هو ايه؟ اللي بيقسم الفاليوز 50% فوق و 50% تحت. مين؟ ده مين؟ لو تلاحظوا هنا كمان الفاليوز هنا في السن الصغير كوندنس لكن السن الكبير بتبقى ديسبيرس.
لو عملنا هنا ستاندرد ديفيشن هيطلع صغير، لو عملنا هنا ستاندرد ديفيشن هيطلع كبير. طيب عيب الفاريانس والستاندرد ديفيشن برضو ان هما بيتاثروا بالاوتلاير زي المين بالظبط. عيب الرينج ان هو بيجنور موست اوف الداتا زي المين بالظبط، كل واحد فيهم ميزه وميزه. طيب دول ثلاثة ستاديز فيهم نفس المين وستاندرد ديفيشن مختلف. هنا بوينت 1 هنلاقي كل الداتا كوندنسد اراوند المين، زاد الستاندرد ديفيشن شوية حصل لها ديسكريبشن، زاد قوي حصل لها ديسكريبشن جدا. فهمنا فكرة الستاندرد ديفيشن والفاريانس؟ كده احنا خلصنا اول حاجة ديسكريبتيف ستاتستكس. انت يعني ريسك فاكتور على اوت كام، هل فعلا الريسك فاكتور ده بيخلي الاوت كام يزيد ولا الريسك فاكتور ده بيخلي الاوت كام يقل؟ لو احنا عندنا تو جروبس وبنعامل اوت كام واحد وبنعالج كل جروب بدواء مختلف، هنحتاج نعرف العلاقه ما بينهم ايه؟ يعني لو احنا عندنا جروب واحد وبنقيس فيه الريسك، في حاجه اسمها ميجرز اوف ديزيز ريسك. لكن لو عندنا تو جروبس وبنقارن ما بينهم ببارامترز معينه، دي حاجه اسمها ميجرز اوف اسوشيشن. تعالوا نعرف ايه هي. طبعا مش يعني مش هنراجع طبعا على ستاتيك ديزاين، هي حاجه مهمه جدا في النقطه دي، بس هنفضل يعني هنقولها بسرعه كده. هناخد الديزيز فريكونسي من اسوشيشن. طيب ستاديز ديزاينز احنا يهمنا ببساطه كده اربع حاجات، كيس كنترول والكوبورت والكروس سكشنال والار سي اللي هي الراندمايز كنترول ترايلز. ايه فكره كل واحده فيهم بسرعه؟ الكوبورت احنا بنختار الناس على اساس ريسك فاكتور وبنتابعهم لقدام عشان نشوف الاوت كام هيطلع ولا لا. يعني من الطبيعي ان انا انتظر ان اطلع من الستادي دي انستنس ليك، لان انا منتظر الاوت كام قدامي. مش طبيعي ان انا اشوف مثلا منها حاجه اسمها اوبزرفيشن. الطبيعي ان انا باخدهم على اساس ريسك فاكتور وانتظر الاوت كام قدام، وبالتالي اللي هتطلع مني من الستادي دي حاجه اسمها انستنس ريت، يعني الريت اوف انستنس بتاع الاوت كام. طيب الكيس كنترول، الكيس كنترول انا بقسمه اساسا على حسب الاوت كام. بجيب 50 واحد عندهم برونكوجينيك كارسينوما و50 عندهم برونكوجينيك كارسينوما، ف مش طبيعي طبعا ان انا احاول اطلع انسنس ريت، لان انا اساسا مختارهم على حسب الاوت كام. الطبيعي بقى هنا في الكيس كنترول ان انا بشوف الكيسز دي او الكنترول دي ايه الريسبونس بتاعها لدواء معين، او ايه علاقه الاوت كام ده بريسك فاكتور 1. الكيس كنترول لو احنا بنتكلم على حاجه ما فيهاش انترفنشن، لو بنتكلم على انترفنشن هتتحول كيس كنترول على طول لار سي. طيب دي الكروس سكشنال، احنا في نقطه معينه بنقيس حاجه معينه، كم واحد عندهم هايبر تنشن، فاحنا بنطلع بريفلنس ريت من الكروس سكشن. دي الار سي تي بنقسمهم لتو جروبس وكل واحد بنديله علاج معين. بنكمبير ريزلت، هنكمبير ازاي؟ حاجه اسمها ميجرز اوف اسوشيشن. هنشوف دلوقتي بتتعمل ازاي. طيب ميجرز اوف ديزيز فريكونسي. طيب في عندنا شخصيتين، كل شخصيه بتقول ان هي احلى من الثانيه. معرفش تعرفوا ولا تعرفوا عايشه فين. طيب الشخصيه الثانيه كل واحد فيهم بتقول ان هي احلى من الثانيه. سالوا بعض ليه؟ كل واحد احلى من الثانيه. دي قالت ان هي بتستعمل فلوس كتير وفيها فلوس كتير، ودي قالت ان هي بتستعمل قرارات كتير. احنا عايزين بقى نشوف بتو ستاديز ايه تاثير الهوب على ده؟ ان الواحد يبقى احلى، او ايه تاثير الفراوله على الواحد يبقى احلى؟ تعالوا نشوف مع بعض. نشوف مين اللي هيكسب في الاخر. زي ما قلنا الانستنس ريت، احنا الريت اوف نيو كيس، احنا عندنا ريسك فاكتور ونشوف الريت اوف نيو كيس. يعني لو مثلا الجروب اللي هياخد الموز اكتر، او الجروب اللي هياخد الموز
هنشوف كام واحد. افترض يا جماعه طبعا ده مثال يعني ثيوريتيكال، افترض ان الجمال ده حاجه بتتقاس ودي بارامتر وحاجه بتتقاس. بفرض طبعا الكلام ده هنشوف فيه كام واحد اكل موز بقى، وهنشوف فيه كام واحد اكل فراوله بقى. كام واحد دي بقى يعني في اوت كام زاد بسبب ريسك فاكتور معين. دي حاجه اسمها انستنس فيو. كوميونيتي ريسك ده نسبه الناس اللي حصل لهم الاوت كام على الستاد بوبيليشن كلها. دي بيرسنت مش ريت، الاولاني كان ريت. دي بيرسنت. البريفلنس كم واحد حلو في ال في ال او في كل الناس. تعالوا نشوف ازاي بقى. لو احنا عندنا هنا الناس اللي اكلوا الناس اللي اكلوا موز، وهنا الناس اللي اكلوا فراوله، هنا عددهم 200 وهنا عددهم 100، هنا 25 واحد بقى احلى، هنا 20 واحد بقى احلى. طيب لو عايزين نعمل انستنس ديت هنبقى هنقسم 25 على 200 هتطلع الفاليو دي. طبعا ما نقدرش نقول ان في ثمن واحد بقى احلى، فاحنا بنضربه في 10 عشان نقول مثلا ان في واحد وربع انسان. طبعا برضه مش يعني مش ابليكابل قوي. لو عايزين لو مش عاجبك دي ممكن نضربها في 1000 من 825 1000 واحد بقى. ده حاجه اسمها الاستنس جروب. طيب هنا الستوبر جروب قسمنا 20 على 100، في 2 من كل 10 هو 1. بمقارنه الاستنس جروب كده كان في 1 25 ل 2 من 10 طبعا، وهنا في 2. يعني معانا كده الستوبر جروب كده لغايه دلوقتي ايه؟ تشارلز جون هي الكسبان. طيب الكوميونتي بريس بنقسم ال ال النيو كيس على العدد نضربه في 100. عادي جدا تتسمع تاني. هنا طلع 12.5 وهنا طلع 20%. معنى كده برضه ستوبر جروب اعلى. طيب احنا دلوقتي طلعنا انستنس لكل جروب واحد واحد. لكن ما قارناش ما بين الموز والفراوله. احنا عرفنا ان الموز بيعمل كذا والفراوله بتعمل كذا. عايزين بقى نقارن ما بين التو انستنس دول ببارامترز معينه عشان نطلع مين احسن فيه. طالعين حاجه اسمها اسوشيشن ميجرز. دي هو ابسوليوت، دي ابسوليوت فيت اون ريسك، دي ريت فيت اون ريسك. تعالوا نشوف كل واحده بقى ايه. يا جماعه الحته دي اصعب حته في ال فنركز فيها. طيب الابسوليوت عندنا ريت ديفرنس وريسك ديفرنس، نمبر نيد تو تريت ونمبر نيد تو كفر. سوري كفر. يعني ايه الكلام ده؟ لو احنا اخذنا الانسنس فيت من جروب نمبر اي اللي هو البنات وطرحنا منه الانسنس فيت بتاع الجروب الثاني هيطلع رقم، الرقم ده الفرق ما بين التو انسنس ريتس. ده اللي بنسميه ريت ديفرنس. الفرق ما بين التو انسنس ريتس. ده هيعبر لي على اني جروب كان فيه انستنت كيسز اكتر للاوتكم اللي احنا بنقيسه اللي هو البيوتي. لو طرحنا التو كوميونيتيف ريسكس من بعض هيطلع لنا ببرسنت اني جروب كان الانستنت بي في سوري الكوميونيتيف ريسك فيه اعلى للبيوتي. نفس الفكره بس طرح نمبر نيد تو تريت بقى هو الريسيبروكال بتاع الانسنس ريت. يعني ايه؟ سي ان الموز والفراوله بقوا دراج سبريفايد في السوق ان هما بيعلوا يعني كل واحد بيزود البيوتي بتاع البنيان. في ميزه تقول لنا انا هحتاج اعالج كام واحد بالموز عشان واحد بس يبقى احلى؟ ده بيدينا سيجنفيكانس لقد ايه الدواء ده افكتيف او قد ايه الانترفينشن ده افكتيف او قد ايه الريسك فاكتور ده قوي جدا بالنسبه للاوتكم. تمام انا عايز اقول ايه؟ يعني لو انا مثلا عندي الموز ده بيطلع في جروب عدده 100 بيطلع 10 10 من كل 100 فهو احلى. طب انا عايز بقى النمبر دي تو 3 عشان واحد بس يبقى احلى مش 10. هقسم ال 100 على 10 هيطلع لي كام؟ 10. يعني انا محتاج اعالج 10 بني ادمين عشان واحد بس يبقى تريتد وبقى احلى. مثال تاني زي مثلا الستروبري مثلا في كل 100 عايز اعالج في ال 100 طلع 50 و50
واحد بقوا احلى. معنى كده ان النمبر دي بالتثبيت 100 على 50 كام؟ 2. يعني كل اثنين هعليهم الباور واحد فيهم هيبقى احلى. يبقى مين اللي اقوى؟ تعالوا نشوف على نفس الفكره دي. هنا ده الجدول الاولاني اللي طلعناه بتاع الانسنس ريت والكومنت ريتس. هنا بقى الريت ديفرنس الريت ديفرنس نمبر دي في نمبر دي في هنا فرحنا الاثنين طلع لنا الانسنس ريت الفرق ما بين التو جروبس. قال لنا ان في 75 مور فيوز ايفنتس للستروبري جروب بير 10 بيرسون بير يوم. هنا طلع لنا برضه نفس اللي احنا عملنا سبتراكشن 7.5% مور بيوتي ستوبري جروب. طيب النمبر نيد تو تريت الانسنس ريت هنا كان 1 على 25 بير 10. هنا هنقلب 10 على 125 او سوري 1.4 هيطلع لك 8. يعني الانتربريتيشن بتاع ايه؟ وي نيد تو تريت 8 كيسز ويز ستوبري ان اوردر تو ميك 1 كيس مور بيوتي. اهم حاجه احنا برضو مش مطلوب مننا ازاي نحسب ده وازاي نحسب ده، مطلوب مننا نعرف الانتربريتيشن. يعني ايه لما اقول لك نمبر ميد التوفيق مثلا 10 انت تفهم، يعني انت محتاج ان انت تعالج 10 الدواء ده عشان الاوت كوم بتاعك كده. طيب ميجرز اوف اسوشيشن، احنا اخذنا اول حاجه الانسنس فيت كوميونتي ريسك بريفلنس. وبعدين اخذنا ميجرز اوف اسوشيشن ابسوليوت وريليتيف. الابسوليوت اخذناهم اللي هم الريت ديفرنس والريسك ديفرنس. الريليتيف بقى ده ريشي بنقسم التو انسنس على بعض او التو كومنتيف ريسك على بعض. تعالوا نشوف ازاي. لما بنقسمهم على بعض ده انسنس ده انسنس ده ريسك ده ريسك. لما بنقسمهم على بعض اليونتس بتروح فبيطلع لنا في الاخر رقم. الرقم ده على عكس بقى الديفرنس اللي هي الابسوليوت ميجر بنعملها انتربريتيشن كده. لو الرقم ده طلع واحد يبقى مفيش اي فرق ما بين التو دراجز دول او البنانا او الستروبري. لو طلع اقل من واحد يبقى بتديكريز الريسك للحاجه للانسنس فيت اللي فوق. يعني مثلا ايه؟ طبعا احنا هناخد مثال دلوقتي. لو طلع اكبر من واحد يبقى ده بالانجليزي بس. هارمفول بروتكتيف افكت ما بحبش استعمله قوي لان ممكن حاجه احنا مثلا حاجه كويسه يعني زي مثلا الموز والفراولة دي حاجه كويسه بتزود جمال الانسان يعني زي ما بتقول الستادي دي. فما بحبش استعمل بروتكتيف وهارمفول افكت، بحب استعمل ديكريز وانجليز ريسك. يبقى واحد نو ديفرنس، اقل من واحد انجليز ريسك، اكتر من واحد انجليز ريسك. في حاجه اسمها اوز ريشيو، خلينا نرجع لها كمان شويه عشان دي حاجه مهمه. طيب ده الجدول اللي احنا عملناه الانسنس ريت والكومنتيف ريسك. دلوقتي احنا عايزين نعمل ريليتيف ميجرز اوف اسوشيشن عشان نعرف الفرق ما بين التو دراجز دول. ريت ريشيو او اللي هو بيسموها ريليتيف ريت، ريسك ريشيو او بيسموها ريليتيف ريسك، والاوز ريشيو دي هنرجع لها كمان شويه. هنا قسمنا بقى بدل ما طرحنا في الاول قسمنا. قسمنا يبقى التو يونتس اتساووا مع بعض طلع 625. 625 ده اقل مش واحد. معنى كده ان ايه؟ الرقم اللي فوق ده 625 ده بتاع الانسنس ريت بتاع البنانا. معنى كده ان ده بيكريز الافكت ان البنانا ريديوس الريت بيوتي باي برسنتي. البرسنتي هنا بتعمل فين؟ طرحت واحد من 625 عشان اعرف البرسنتي. لان لما انت بتقول الهيد بتاعتك بالبرسنت بيبقى اسهل للمتلقي ان هو يعرف. ده بالنسبه للريت ريشيو. والسكوبري برضه نفس الموضوع. طب لو عايزين بقى نعمل الكوميت ريسك بميجر اوف اسوشيشن يبقى هنعمل هنا ريليتيف ريسك، هنقسمهم على بعض برضه ونطلع 625 1. ملاحظين ايه هنا؟ ان الريت ريشيو والريسك ريشيو قد بعض. معنى كده ان الداتا بتاعتي يعني طب خلينا
يعني يعني ما فيش حاجه ليها استخدام معين عن الثاني، هما الانتربريتيشن بتاع الحاجات دي كلها مع بعض يوصلك لنتيجه معينه. يعني لما انت تعمل انتربريتيشن مثلا ريلاتيف بيس مع الوتريشن زي ما هنقول كمان شويه، ده بيدي لك كلو معين. لكن كل واحده بتستخدم ايه؟ لا، هي كل واحده يعني ليها طريقه تعبير عن المعلومه بطريقه مختلفه. هما كلهم من نفس الحاجه، نفس الصوت انسنس ريت وكومنت ريت، بس كل واحده بتعبر بطريقه معينه. ودي حاجه مهمه برضو، لان ساعات في الريزلتس وهما بينتجوا الريزلتس بيستعملوا بقى التكات دي في ان هما يعملوا برزنتيشن للداتا بتاعته بطريقه ما تخليش اللي قدامه ياخد نيجاتيف امبريشن عنه. يعني مثلا كل الناس بتستعمل اكتر الحاجات الريلاتيف بس، لان ده بيرسنت. لما يقول لك مثلا ان في 37 بقى واحد، لا 37 او 36 رقم كبير جدا. غير مثلا لما يقول لك ان في فرق مثلا 6 بيس ما بين كل 900 او ما بين كل 150. فالاصح ان الناس تستعمل حاجات الابسوليوت، الابسوليوت ميجر في الاسوشيشن. لكن اللي دايما بيتكلموا بيه الناس والاوثرز بيحبوه، شركات الادويه بتحبها، ان هم يستعملوا الريلاتيف ريسك والريلاتيف ريت. طيب تعالوا نشوف بقى ايه الاوثريشن ده. لو احنا عندنا كيس كنترول ستادي، الكيس كنترول زي ما قلنا احنا مختارينهم على اساس الاوتكم، الاوتكم هنا ديزيز وهنا نون ديزيز. يبقى مش معقول ان احنا نحسب منهم الانستنس ريت اكيد، ولا معقول ان احنا نحسب منهم البريفلنس ريت اذا كنت انا اللي مختار 50 هنا و50 هنا. طيب لو احنا عايزين بقى نعرف الريلاتيف ريسك ما بين الكيس والكنترول، ما بين الدراج ده والدراج ده، نعمل ايه؟ اذا كان احنا ما عندناش انستنس ريت او كوميونتيف ريسك، الحاجات اللي بنطلع منها الميجرز بنعمل حاجه اسمها اوتزريشن. الاوتزريشن دي ميزتها الوحيده ان هي ميجرز اوف ريلاتيف ريسك في الكيس كنترول ستادي. الكيس كنترول ستادي ليها حسبه اللي هي البروبابيلتي ان الحاجه تحصل على البروبابيلتي ان الحاجه ما تحصلش، هيطلع لنا رقم. نعمل له انتربريتيشن برضه بنفس طريقه الريلاتيف ريسك، لو هو واحد يبقى نوت افكت اقل من واحد بيكريز الافكت اكتر من واحد بيكريز الافكت. طيب عمر دايما سأل عن ان هو الانتربريتيشن الاوتس ريشيو والريلاتيف ريسك مع بعض. كل ما كانت الداتا بتاعتي ليس فهم الريلاتيف ريسك والاوتس ريشيو هيقربوا من بعض. يعني هنا لو عندنا ريت اوت كام الاوتس ريشيو والريلاتيف ريسك هيقربوا من بعض، لكن لو عندنا كام اوت كام هيبعدوا عن بعض. نفس الطريقه زي ما قلنا ان كل الناس اللي بتحب تكتب الريزلت بتاعها بتحب تكتب حاجات ريليتد، لكن ده مش صح، لان يعني الحاجه الصغيره قوي ديفرنس في الريت بتعمل فرق جامد قوي في الريزلت في الريليتد ريزلت. فاحنا الاصح ان احنا واحنا بنستعمل، واحنا بنقول الميجر اوف اسوشيشن نستعمل الريت ديفرنس والريسك ديفرنس مش الريتس. سوري مش الريسك. طيب كده اخدنا الجزء الثاني، اخدنا اول حاجه ديسكريبتيف، بعدين الميلز اوف بيست اسوشيشن، بعدين ثالث حاجه دي اول حاجه. هناخد ايه في البروبابيلتي؟ حاجه اسمها ديستريبيوشن فانكشن، هي دي اساس البروبابيلتي. اكسبكتد فاليو، فاريال سيجمنت، باينوميال ديستريبيوشن، ونورمال ديستريبيوشن. اخر موضوعين دول اهم مثالين بقى على ديستريبيوشن فانكشن. هناخد يعني دول امثله على أول حاجة distribution function اللي هي بي اكس زي ما بيكتبوها كده بي اكس. إيه هي؟ لو أنت عندك ظرف ورميته وهتستنى بقى
الترايل كان كذا ترايل، وهنشوف النتيجه الفاليو اللي هتطلع لنا من كل ترايل. الفاليو دي حطيناها على الشارت، او البروبابيلتي ان هي تيجي يطلع لنا الواحد سدس، يطلع لنا اثنين سدس، يطلع لنا ثلاثه وهكذا. كل البروبابيلتي بتاعت ان يطلع لنا اي رقم في الظاهره متساويه. البرزنتيشن بتاع كل الفاليوز اللي ممكن تطلع من فاليو معين بعدد معين من الفاليوز دي بنسميها ماتماتيكال فانكشن اسمها ديستريبيوشن فانكشن. كل فاليو ليها رسمه معينه. مش كل طبعا بتختلف على حسب بقى هو كونتينيوس ولا كاتيجوريكال ولا ايه. اختلاف التوزيع اختلاف توزيع الكتاسه هي اللي بتحدد نوع الديستريبيوشن. يبقى مثال تاني مثلا الموت، لو واحد بياكل موت هنا الظاهرة حاجة الأوتكمز بتاعتها معروفة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، لكن لو كل واحد فينا أكل موت مثلا، في واحد هياكل أربع موزات، في واحد هياكل موزة، في واحد هياكل نص، في واحد هيبقى أكثر أشخاص، كل واحد هيبقى طريقته معينة إن هو عايز ياكل إيه، وهتطلع علينا أوتكمز مختلفة. هنا بقى عملنا برزنتيشن للناس اللي اكلت موز، كل واحد اكل موز قد ايه؟ يعني حتى بالنص حتى بالربع عملنا برزنتيشن. طلعت ده زي ما انتم شايفين اسمه ايه الكلام؟ ايه؟ لا لا سوري الجراف ده اسمه ايه؟ انستجرام. شايفين هنا ابتدى شكله يبقى عامل زي الكيرف ده؟ من كتر الترايلز اللي احنا عملناها ابتدى الشكل يتحول لكده. ومع كل ما نزود الترايل اكتر، الترايلز اكتر، الشكل هيتحول لكده اكتر. طيب البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن بقى. البي اكس هي كل الاوت كامز، البروبابيلتي سوري اوت كامز بتاعت الفاليو ده. البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن انواعها بتختلف على حسب نوع الفاليو، زي ما قلنا في كونتينيوس سوري في كونتينيوس ديستريبيوشن فانكشن اللي هي الفاليو بتاعت الفاليو بتاخد اي رقم من زيرو للانفينيتي، وبالتالي مفيش ليميتيشن للفاليو. بنقدر نحسب البروبابيلتي بتاعت اي ايفنت من الايفنتس دي جوه الكونتينيوس ديستريبيوشن فانكشن بحاجه اسمها انتجرال. فاكرين الحاجات دي؟ بتاعت الرياضه اللي هي الداله، كان بياخد بالعربي اسمها داله، اللي كان بياخد ماس بالانجلش اسمها كده، اللي هي احنا عن طريقها بنقدر نحسب الاريا اندر ذا كيرف. لو احنا معانا الانتجرال بتاع الكيرف ده وقال لي مثلا انا عايز احسب البروبابيلتي ان الفاليو هنا تيجي من 2 ل 5، طبعا الكونتينوس ديستريبيوشن فانكشن بنبريزنت ب انا اقصد يعني ان هي ايه؟ ايوه ايه؟ بتحاول تحسب البروبابيلتي بتاعت حاجه معينه برينج، ما ينفعش تقول هنا انا عايز البروبابيلتي مثلا ان تيجي مثلا ايه؟ 10. لا احنا بنقول احنا عايزين ايه البروبابيلتي بوبيليشن كبيره بقى ان الواحد مثلا يبقى سنه من 10 ل 15. لو احنا عاملين زي ما قلنا الانستجرام مش عارف الفانكشن دي هنقدر نطلع اريا اندر ذا كيرف اللي هي الرينج اللي احنا عايزين نحسبها. النوع الثاني بقى السكيل اللي هي زي ما قلنا مثلا في الظهر في ليميت الاماونت اوف فاليو، الفاليو بتاعتي وكالكوليتد بفاليو معين، عايزين البروبابيلتي ان مثلا الظهر طلع لنا رقم 2. طبعا احنا عشان نحسب البروبابيلتي هنا احنا مش عارفين هنعملها، مش هنقعد بقى، هنحسبها برضه في الاستاتيستيك. وهنا بنحسب البروبابيلتي، هنشوف ازاي تبقى شغاله. دي برضه البروبابيلتي بتاعت
الاول الديستريبيوشن فانكشن دي ماثيماتيكال كده كونسيبت. اشهر مثالين عليه حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن فانكشن وباينوميال ديستريبيوشن فانكشن. ايه الفرق بينهم؟ النورمال ديستريبيوشن فانكشن زي ما احنا شايفين اهو زي الجلد هو اللي جاي بالشكل ده اللي هو بيتنين والميديان على بعض. المين والميديان بيبقوا قد بعض. وفي 68 في الفيديو من الفاليوز والاوتكمز بتطلع بين وان ستاندرد ديفيشن بلس او ماينس مين. يعني لو فعلا الداتا بتاعتك نورمال ديستريبيوشن زي مثلا ان انا هاخد الريت مثلا بتاع الناس اللي عايشين في مصر في طابور المفروض ان ده الريت يطلع نورمال ديستريبيوشن. انا ما خليتش السامبل بتاعتي ولا كان فيها وفعلا حطيت الباليو بتاعتي على دايجرام هيطلع لي كده وهيطلع 68% من السامبل بتاعتي بلس او ماينس المين بتاع البوبيليشن. دي قوانين النورمال ديستريبيوشن. طبعا هو لا يمكن اي ستادي هتطلع نورمال ديستريبيوشن مهما كانت السامبل بتاخد كويس بس كل ما الواحد يقرب من النورمال ديستريبيوشن كل ما يبقى الستادي بتاعه اقوى. وهيطلع 95 من الفاليوز بتاعت الاوتر بتاعت الفاليو بتاعتي 95% within 2 standard deviation plus or minus b. وهيطلع 99 7 مع 10 within 3 standard deviation plus or minus b. ده النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي هو الدين والميديان يبقى نفس الحاجه 68 1 ستاندرد ديفيشن 95% 2 ستاندرد ديفيشن 99 7 3 ستاندرد ديفيشن. طيب في هنا كونسيبت بس سخيف شويه. احنا قبل كده اول محاضره عملنا المين والستاندرد ديفيشن او الفاريز او الفاريز على فاريز معينه طالعه لي من فاير انا عملتها. يعني مثلا فرض ان انا عايز اعمل المين والستاندرد ديفيشن على البروبابيلتي على الاحتماليه مش على الاكشوال فاليو طالعين ستادي. زي مثلا الفيبنج بوينتس لو انا قلت مثلا كل واحد فيكم النهارده هياخد بوينت مع البيت وهيعمل 100 مره هيشوف طلع مالك ولا اتقفل وهنلم الريزلت بتاعتنا كلنا ونحطها كل واحد بقى طلع بروبابيلتي معينه. يعني مثلا عمر مثلا طلع 40% مثلا اي حد انا طلع 30% 20% 25% اي كانت الارقام كلها بروبابيلتي. انا عايز اعرف بقى المين ادرس بتاع البروبابيلتي بتاعتنا كلنا ايه؟ ده مش مين لبلد معين ده مين للبروبابيلتي. المين بتاع البروبابيلتي حاجه اسمها اكسبكتد فاليو. المين بتاع البروبابيلتي حاجه اسمها اكسبكتد فاليو. الفاريشن بتاع البروبابيلتي بيفضل نفس الاسم فاريز. الموضوع ده مهم جدا ان احنا نحسب المين والستاندرد ديفيشن او الفاريانس بتاع البروبابيلتي لان بيساعدنا ان احنا ناخد ديسيجنز معينه. فرضا مثلا ان انا هعمل مستشفى في واحد زميلي تاني هيجيلي. انا عارف ستاتستكس هو ما يعرفش هو مش ذاكر. هو قرر ان هو هيحط الاستقبال عنده في المستشفى 100 سنين. فرض عشان في اي وقت من اوقات الذروه ثوره بقى كلام اي حاجه يغطي عدد المصابين اللي بيكون وقال انا 100 سنين ده لازم هيكفي كل الناس في الساعه واحده. انا قلت لا انا مش هعمل كده. انا ليه ممكن يبقى 100 سنين ده كتير ممكن يبقى مين سي ضوئي. فانا هعمل ايه؟ حاجه الاستقبال عندي وكل ساعه هقيس عدد المرضى اللي بيجوا. يعني هشوف من الساعه 8 ل 9 كم واحد جاي ومن 9 ل 10 كم واحد جاي على مدار شهر وهشوف البروبابيلتي ان نمبر اوف بيشنت يجي في الساعه الواحده ايه؟ على مدار الشهر كله. طب انا هقرر بقى في سي ازاي؟ كام سي ازاي؟ هاخد الافرج المين بتاع كل البروبابيلتي دي على مدار الشهر عشان اطلع في الاخر انا محتاج كام سرير فعلا في الاخر.
بلس اور ماينس الستاندرد ديفيشن. ده عندي اللي هي البروبابيلتي، ده عدد العينين بالساعه. في بروبابيلتي 30% ان 9 عينين يبقوا موجودين في نفس الوقت. 30% ان 10 عينين يبقوا موجودين في نفس الوقت، 20% 11 عيان، 10% 12 عيان، 10% 13 عيان. انا عايز اخد الافرج بتاعهم كلهم بنفس طريقه مين؟ بنفس طريقه حساب الجين. بس هنا في فرق صغير بس. ان احنا هنعمل ويتنج للبروبابيلتي دي بعدد المرضى اللي بيجوا في الساعه، في الايفنتس، نمبر اوف ايفنتس. لان من الظلم ان انا احسبهم كلهم اجمعهم كلهم 10 10 2 3 3 واقسمهم على 5. طب هنا عندي 3% واخد 9 بس، و1% واخد 13. سوري 10% وقت 13. فانا لازم اضرب كل البروبابيلتي في عدد البيشنت بتاعهم عشان اعمل ويتنج كامله للبروبابيلتي. ده دي الايكويشن طبعا مش مطلوبه مفهومه. فانا هعمل ايه؟ هضرب 9 في 3 مع 10، 10 في 3 مع 10، 13 في 2، 12 في 1، 13 في 1. هيطلع لي الرقم ده في الاخر. الرقم ده بيمثل ايه؟ يمثل الافريج نمبر اوف بيشنت على مدار الشهر في الساعه واحده 10 و4 بيشنت، يعني تقريبا 10 بيشنت بيجوا لي في الساعه. طب هل انا مثلا هاخد قرار ان انا اجيب 10 سرايك لاستقبال؟ بلس اور ماينس، بلس اور ماينس الستاندرد ديفيشن اللي هو الفاريبل بتاعته. فانا هحسب الفاريبلز من نفس الزاويه دي برضه بنفس الطريقة 10 و4 هي ال 100، هطرحها من كل البروبابيلتي مضروبة في عدد العينين بتاعتي عشان أطلع في الآخر رقم اللي هو الفاريانس 1 و4 6 ف 6 و4 ستاندرد ديفيشن 1 و 2 8. يعني أنا الانتربريتيشن بقى بتاع كل ده إيه؟ إن أنا هيجيلي في الساعة الأفريج 10 عينين ونص بلس أور ماينس 1.3. فأنا عشان أبقى في السليم أعمل 12 سليم، 12 سليم من 8 ل 12. فرض ان انا هجيب 15 سليم في الاستقبال، ده كده حكايته بزياده على مدار الشهر. بفرض ايه بقى؟ بفرض ان انا العينه اللي اخدتها نوبالي ديستريبيوت، يعني 98 68% من السامبل بتاعتي ويز نوت ستاندرد ديفيشن. طب انا عايز اضمن اكتر، اعمل ايه؟ اجيب عدد سراير يساوي مين زائد في ستاندرد ديفيشن بحيث اغطي 99.7% من الناس اللي هيجوا، ويبقى في عندي بس 3% ان ما عندهمش سراير. دي طبعا نسبه عاليه جدا من البرفورمنس. احنا المحاضره الجايه بقى هنتكلم على البرفورمنس. فهمت الفكره بتاعت المين والفارينس بتاعت البروبابيلتي اللي هي بتساعدني ازاي ناخد قرار؟ طيب كده خلصنا النورمال ديستريبيوشن، كان اول مثال عن الديستريبيوشن فانكشن باينوميال ديستريبيوشن. باينوميال ديستريبيوشن امتى نسمي الكيرف ده او البروبابيلتي بتاعت الفاريبل ده باينوميال ديستريبيوشن؟ لازم يبقى فيه اربع شروط للفاريبل ده. هناخد مثال على كده مثلا الظرف. لازم اول حاجه يبقى فيكس نمبر اوف فايلز. انا هقول انا هرمي الظرف 10 مرات. فيكسد probabilities. probabilities بتاعت الأوتكام كلها 6 مع 10. سوري 128 كلهم متساويين. يبقى عندي فيكسد نمبر اوف كارد، فيكسد نمبر اوف probabilities، باينري أوتكامز. لكن لازم بس يبقى الإجابة على السؤال اللي عندي يعني حاجة، سوري أنا نسيت حاجة. هو المثال الصح على البينوميال ديستريبيوشن اللي هو الكوين. مش الظهر، لان الكوين بس باينري باينري فاريبل، لكن الظهر ده كاتيجوريكال اللي هو النومي. فاحنا لو عملنا فليبنج للكوين هيبقى عندنا فيكس نمبر اوف كارد، مثلا هقول هعملها 10 مرات، في 50 50 احتمالات ان ظهر لي ملك الكتابه، باينري او سام اندبندنت كارد. كل مره انا فليب كارد كوين مش معتمده على الاقتين ولا معتمده على المعلومه. الباينوميال باينوميال ديستريبيوتد فاليو بيتعبر عنه باي ان اكس، باينوميال ان اكس.
النمبر اوف برايمز، والاكس ده النمبر اوف سكسس. بمعنى ايه؟ تعال ناخد الست دي طبعا الايكويشن ازاي هنحسب البروبابيلتي من باينوميال ديستريبيوشن فاير. تعالوا ناخد مثال. بيقول لك في امتحان في 10 مرات بالخالص 10 ام سي كيو. انا عايز اعرف احتماليه ان انا اجيبهم صح كلهم لو اخترت يعني كل سؤال ليه خمس اجابات. ايه البروبابيلتي بتاعتي لو انا حليتهم كده ان انا اجيب ست اجابات من 10 اسئله دول؟ تمام؟ يعني انا دلوقتي ايه اللي خلاني احط المثال ده اول حاجه ان هو في الباينوميال ديستريبيوشن؟ ان دي اكس نمبر اوف كاردز انا عارف هم 10 اسئله فيكس نمبر اوف كاردز وفيكس البروبابيلتي يعني يطلع صح يطلع غلط وباي يعني فيكس البروبابيلتي كل واحده ليها تشانس 50% و50% وهيطلع صح او غلط حاجتين بس وهما اندبندنت مفيش سؤال بيعتمد على الثاني. فهو احنا هنا عايزين نعرف البروبابيلتي بتاعة ان انا اجيب 6 كويشن كوريكت من ال 10 اسئله دول. هعمل الايكويشن بتاعتي دي في الاخر هيطلع 0.446. هنا طلعت البروبابيلتي ان انا من 10 اسئله حليتهم راندوم ان في 6 منهم يطلعوا صح. معنى كده ايه؟ البروبابيلتي صغيره جدا. يعني معنى كده ان محدش يعمل ان هو يحل اي حاجه في الامتحان. وكل الامتحانات على فكره اللي هم عملوها يعني البروبابيلتي بتاعت ان انت ممكن تحل راندوملي قليله جدا حتى لو انت حليت مش حليت برضه. تعال ناخد مثال تاني الزهره. لو انا قلت ان انا هعمل حاجه الزهره 100 مره ايه نسبة ايه probability ان انا اطلع رقم 4 25 مرة من 100 مرة من ايه probability 0.01؟ طيب الباينوميال ديستريبيوشن برضه ممكن نطلعه مين وفاريانس وستاندرد مين. المين يساوي النمبر اوف كارد في probability والبيانس طيب اخر حاجه خالص كم؟ طيب الزي سكور احنا قلنا دلوقتي ازاي نطلع البروبابيلتي من باينوميال ديستريبيوشن. طب عايزين نطلع البروبابيلتي بقى لفاريبل معين نورمال ديستريبيوشن مش باينوميال ديستريبيوشن نورمال بالكيرف ده. عايزين مثلا نطلع البروبابيلتي ان مثلا واحد يبقى سنه مثلا اكثر من 20 او واحد سنه هو من 20 ل 25 لازم تستعمل حاجه اسمها زي سكور. احنا لو قلنا مثلا ايه نسبه هنا لو قلنا في البايونير في النورمال ديستريبيوتد كيرف ده ايه نسبه ان ان الفاليوز تطلع ما بين 0 و 1 مش احنا قلنا 68% بلس اور ماينس 1 يبقى بلس 1 نص 68% اللي هي 34% يعني نسبه ان الفاليو تقع من 0 و 1 نسبه 34%. طب ده كان حظنا كويس وطلب ان هو بيز 1 ستاندرد ديفيشن. طب افرض طلب منه ان هي الفاليو او طلب اي حته مش هعرفه ازاي؟ هعرف ده تاني ستاندرد ديفيشن. يبقى انا لازم عندي ميجر اوف ستاندرد ديفيشن تطلع لي انا قد ايه يعني قد ايه من ستاندرد ديفيشن عشان اقدر اطلع البروبابيلتي. هي دي اسمها زي سكور. الزي سكور بنحسبها ازاي؟ الفاليو اللي احنا عايزينها اللي احنا قررنا ان هي 20 سنه على السامبل مين على الستاندرد ديفيشن.
هيطلع لنا زي ما قلنا لازم نستعمل دي سكور لان انت دايما مش مرتبطين بواحد اثنين ثلاثة ستانتيفيكيشن ممكن تبقى تو استعمل دي سكور. طيب تعالى نشوف مثال ايه البروبابيلتي ان واحد يجيب اكتر من 132 في اكزام المين ريزلت بتاعته 100 والستاندرد ديفيشن 15. يعني احنا عندنا اكزام عارفين احنا مجربين مثلا ايه مثلا ايه مثلا عارفين الكلام ده طبعا قايسين كل الناس اللي بتخش الامتحانات وعاملين كيرف النتائج دي طلع النتائج مين هم اللي بتستفيد عشان دي على حسب الاديو بتاع الناس. فاحنا عايزين بقى انا مثلا واحد داخل الامتحان عايز اعرف ايه فرصه ان انا اجيب اكتر من 132 بفرض مثلا ان 132 دي هتخليني اشتغل في مكان معين. انا عندي دلوقتي الرقم وعندي المين وعندي الستاندرد ديفيشن. بفرض مثلا ان 132 دي كانت هنا يبقى انا هحسب الزي سكور للفاليو دي اللي هي 132 هحسبها ازاي؟ قلنا هنقص 132 الفاليو من المين بتاعتي، المين هنا 100 والستاندرد ديفيشن 15 هيطلع لي ده. ما بيفكركوش الرقم ده في حاجه قريب من حاجات الستاندرد ديفيشن زي ما قلنا الزي سكور ده ميجر في الستاندرد ديفيشن. يعني هنا ال 132 دي وقع فين في الكيرف ده؟ within 2.133 from the mean plus the mean. تاني الزي سكور دي ميجر اوف ستاندرد ديفيشن. انا مش لازم الستاندرد ديفيشن يبقى الفاليو اللي انا عايز اطلع لها البروبابيلتي دي تبقى ويزن 1 اور 2 اور 3 كده فيكس حاجات فيكس او سكيب ممكن تطلع اكتر شويه او اقل شويه. فانا الفاليو دي هحسب لها السي سكور بتاعها. السي سكور ده هحسبه ازاي؟ الفاليو ناقص المين على 15 اللي هو الستاندرد ديفيشن هيطلع رقم. الرقم ده هيبريزنت عندي الستاندرد ديفيشن. يبقى اذا ال 132 ويزن 2.133 بلس ده مين؟ يبقى ايه هنا؟ طيب انا عايز بقى اطلع البروبابيلتي ان انا اجيب اكتر من 132 اكتر من 132 يعني كتير. الفراغ الابيض ده البروبابيلتي. البروبابيلتي ان انا اجيب اقل من 130 كول انا عايز احسب انا ايه فرص ان انا اجيب اكتر من 132 هحسب الدي سكور لل 132 وبعدين اعمل بروبابيلتي فاضل دلوقتي حسبت الزي سكور طلع لا. انا عايز اعرف ايه الفرص بقى ان البروبابيلتي بتاعتي افتكروا ان الستاندرد ديفيشن اللي طلع ده اللي هو الزي سكور 2.133 هاخد الرقم ده بقى الزي سكور وفي بقى جداول موجوده للحاجات دي. طبعا الكلام ده ما بقاش كامل دلوقتي كده زياده بس احنا لسه نبقى فاهمين كله بقى في الكراج. فاقوم واخد الزي سكور دي كان كام؟ 2 1 3 3 2 1 3 3 اهو ادور بقى على 2 1 3 3 هو 2 1 اهو 1 3 3 يعني في لسه هروح كده كده فكده مين؟ معايا؟ يبقى احنا ده الرقم ده 98 و34 دي ايه دي؟ لا ده مش زي ده زي دي البروبابيلتي بتاعت الزي سكور ده حضرتك وقفت عند 3% دي نعم؟ حضرتك وقفت عند 3% دي عشان الزي سكور اللي احنا طلعناه 2.133 3 ديسيمالز بعد الـ بعد الكوم طيب احنا طلعنا دلوقتي البروبابيلتي دايما الزي سكور بيطلع لك البروبابيلتي تو ذا ليفت يعني حته كبيره بتاعت الكيرف دي البروبابيلتي بتاعتها. طب انا عايز اطلع بقى البروبابيلتي الصغيره اعمل ايه؟ ننقصها من 1 يعني 98% و34 دي نسبه ان انا اجيب اقل من 132 منطقه كبيره للكيرف. طب انا عايز اجيب بقى